السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب جميعا بطلبة المملكة مع عرب 214. عنوان الدرس: سلام على تلك الميادين لابن زيدون. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب فن الموشحات الأندلسية، أن يعرف الطالب بنية الموشح ومكوناته، أن يستخرج الطالب مؤشرات النمط الكتابي، أن يحلل الطالب النص وفق مستوياته الأسلوبية. فن التوشيح فن أندلسي خالص، نشأ في الأندلس وتطور هناك حتى بلغ الغاية. تعريف الوشاح: أجزاء الموشح. مثال توضيحي لأجزاء الموشحة: أوزان الموشح، المقطع الأول: شكوى تغير الأحوال. ما الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص؟ هات معنى عرف ومضاد يكلأ في جملتين من إنشائك. هيمن حقل الفراق على مفردات البيت الأول، اذكر أربعا من هذه المفردات. وردت في البيت الثاني مفردات زمانية بحتة، اذكرها. من الظواهر الإيقاعية البارزة في المقطع الترديد اللفظي للوحدات المتجانسة وتنويع الروي، مثل لكل منهما بأمثلة من النص. تعريف
تعدى الفعل تنشق إلى ما الموصولية المشفوعة بالفعل تنشقه، فما دلالة ذلك؟ وضح نوع الاستفهام في قوله وهل يملك الدمع المشوق المصبأ، وبين وظيفته الدلالية. استحضر الشاعر تعبيرا من قصيدة لأبي فراس الحمداني، وضح هذا الاستحضار مبينا قيمته في هذا السياق. تكرر حرف الشرط إن 3 مرات في البيت الثاني، فما الوظيفة الدلالية لهذا التكرار؟ الصورة الشعرية في قوله رمتني الليالي عن قسي النوائب، صورة مأساوية ترصد العلاقة بين الصائد والفريسة. وضح ذلك مبينا دلالة الصورة على حال الشاعر. المقطع الثاني استذكار معاهد الصبا. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. الكلمة المفتاح في المقطع هي كلمة الغراء، العداوة، الصبا. الصبا في المقطع صبا قرطبة والزهراء، صبا الأيام، صبا الأصدقاء. حدد الحقل المعجمي المسيطرة على مفردات النص السابق، واذكر 3 من مفرداته. شكلت قافيتا الدور والقفل ملمحا إيقاعيا بارزا في النص. مثل لكل منهما بمثالين من النص. يتراوح النص بين زمنين
هما الماضي الجميل والحاضر المؤلم. استشهد على كل زمن منهما بعبارة من النص. ما الدلالة الوظيفية لتكرار الواو في قوله أأنسى زمانا وعيشا ومغنى؟ استعمل الشاعر صيغة أفعل التفضيل أغض أنعم، فما دلالة هذا الاستعمال؟ وضح نوع الاستفهام المتكرر في البيت الأول مبينا دلالته على نفسية الشاعر. شكرا لكم وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.